بينالي البندقية. كيان فني عالمي تأسس عام 1895 ميلادياً في مدينة البندقية في إيطاليا، وتعتبر مؤسسة خاصة لدعم الفنون المعاصرة، وتنظم أبحاث حول كافة القطاعات التي تعتني بها، وهي الفنون والعمارة والسينما والفنون الأدائية والموسيقى والمسرح، كما بلغ عدد الدول المشاركة أكثر من 80 دولة. منذ تأسيس بيانالي البندقية، ومن ضمن المشاركات شهدنا حضوراً عربياً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ودولة الكويت. تصل أعداد زوار البيانالي إلى أكثر من 500,000 زائر سنوياً. ونظراً لنجاح بيانالي البندقية، بدأت دول أخرى حول العالم بتأسيس معارض للفنون خاصة بهم، فظهر لنا بيانالي طوكيو، برلين، سيدني، وبيانالي الدرعية الذي تميز في كل نسخة بإبراز الفن والإرث السعودي.